علياء عواد صحفية حرة مصرية معتقلة خلال سنوات داخل سجون عبد الفتاح السيسي وتهمتها فقط حيازة كاميرا. علياء المحبوسة في سجن القناطر منذ 22 أكتوبر 2017 تهمتها حيازة كاميرا. علياء تحت ظروف احتجاز صعبة تعرضت للكثير من الإهانة وتعرضت كذلك للإصابة بالكثير من الأمراض ما أدى إلى إصابتها بورم في الرحم أدى إلى إزالة هذا الرحم ما تسبب بعد ذلك في مضاعفات. علياء تجددت المطالبات أو حاول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية المطالبة بالإفراج عن علياء وكذلك المطالبة بعلاج علياء، لكن الدولة المصرية تعنتت خلال هذه السنوات وهذه قصة حياة علياء. دي علياء الصحفية، هذه هي علياء الإنسانة، وبينهم هي علياء السجينة المريضة التي تعاني من الكثير من الأمراض داخل الحبس الغير آدمي في سجون عبد الفتاح السيسي ضمن ما يزيد عن 60,000 معتقل مصري. أمس كان في جلسة لعلياء لكنها تعرضت لضرب مبرح من ضابط في الأمن الوطني المصري ما أدى إلى إصابتها بكدمات. المحامية بتاعة علياء حاولت تقدم بلاغ للقاضي لكنه رفض إدراج ما حدث لعلياء في هذه، عشان يتصدر هاشتاج علياء عواد مواقع التواصل الاجتماعي من جديد ومطالبات بالإفراج عن علياء وزميلتها المعتقلات داخل سجون السيسي. بري أحمد بتقول اعتداء ضابط أمن الدولة على علياء عواد أثناء محاكمتها على قضية ملفعة أثناء تغطية قضية حدائق حلوان. علياء بتموت دلوقتي في المعتقل على البطيء زيها زي كتير من المعتقلات، الحرية للمعتقلين وعلاجها. ماكنزي بتقول وبعدين مع المجرمين دول، علياء عواد حالتها من سيء إلى أسوأ. عبد الله الحرية لعلياء عواد، ارحموا ضعفها ومرضها ويتمها. مصطفى تعليقا على ذات الموضوع بيقول لما قريت عن حالة المعتقلة علياء عواد رأيت كلاما كفيل أن يجعلني مكتئبا الباقي من حياتي، اللهم الطف بها وفك أسر المأسورين يا ذا الجلال والإكرام، فك أسرهم وصبر أهلهم وانتقم لنا ولا. أخيرا عاصم بيقول علياء بقالها سنتين بتعاني نفسيا وجسديا، كل مدى حالتها بتسوء أكتر، هي عملت إيه لكل ده ولا محبوسة ليه؟ لحد امتى الظلم والقهر ده؟ واتكلموا عن علياء بهذه الطريقة، عبر الالاف من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم بسبب ما وصل اليه حال المعتقلين، لا سيما وانه خلال اقل من 35 يوم تم الاعلان عن وفاة 10 سجناء داخل سجون عبد الفتاح السيسي، وبالنهاية النتيجة توفى السجين بسبب ازمة قلبية زي ما بيقولوا كل مرة، وتم الارسال من جهاز سامسونج. فيما يبدو أن حال المعتقلين في سجون عبد الفتاح السيسي أيقظت الدكتور محمد البرادعي من ثباته، ليخرج أمس في مجموعة من التعليقات والتغريدات بدأهم بهذه التغريدة: أقرأ كل يوم عن أهلي عن أهالي معتقلين أعرفهم ولا أعرفهم، أعرفهم ولا أعرفهم، يناشدون إدارات السجون السماح لذويهم بملابس وأغطية تحميهم من برد الشتاء. لم أتصور يوما ما أنني سأكتب لأطالب بالحد الأدنى من الإنسانية في التعامل مع بعضنا البعض، ألسنا جميعا بشر قبل أن نكون مصريين؟ بهذه الطريقة أيضا تفاعل دكتور محمد البرادعي مع الوضع السيء للمعتقلين داخل سجون عبد الفتاح السيسي.